في جمهورية الدومينيكان نبدأ من قصب السكر. أولاً يتم استخراج السكر، ومن ثم نحصل على البقايا، وهنا يبدأ عملنا من الصفر. هي مواد خام تحمل الكثير من الاحتمالات. في هذا المصنع في بلجيكا يجري تطوير جيل جديد من المنتجات عن طريقة معالجة فضلات قصب السكر. المواد الخشبية تعرض لدرجة حرارة عالية، ومن ثم نحصل على مادة كيميائية نقية تسمى بالفورفورال، تنبعث منها رائحة اللوز. هذا المنتج الجديد يرتكز على كحول الفورفورال، ويمكن دمجه بمنتجات أخرى. تهدف شركة ترانسفورنس لأن يكون الصمغ الطبيعي الذي تنتجه أكثر استدامة وصديقا للبيئة، وأن يكون بديلا عن البلاستيك المستخرج من النفط. المثال الأول هو السوق الداخلية لإنتاج لوحات تستخدم في الزينة. كما أنتجنا مواد لصناعة السيارات، صمغ طبيعي محضر على درجة حرارة عالية، حيث استبدلنا الأوراق بالألياف الطبيعية. تركيبة هذا الصمغ تعزز النسيج، وبالطبع هذا النسيج يتحلل بشكل طبيعي ولكن على فترة طويلة جدا، وبالتالي يعيش عدة سنوات قبل أن يتحلل ويستعيد تركيبته الترابية. كما بإمكاننا استبدال البلاستيك التقليدي المنتج بطريقة حرارية. تم تطوير تكنولوجيا الصمغ الطبيعي في سياق العديد من المشاريع البحثية في الاتحاد الأوروبي. الاختبارات والدراسات الأكاديمية أكدت جاهزية المنتج للتسويق. فالخطوة التالية هي تحديد القطاعات التي يتم استخدام هذه المواد فيها. المنتجات الطبيعية مثيرة للاهتمام. من الجيد إضافة التركيبة الطبيعية للسلع الموجودة في الأسواق. ما زالت الكمية غير كافية، وعلينا إضافة المزيد إلى الأسواق.